القبر وصية إخفاء وإعفاء هارون والظباء. الثالث والثمانون تكريت أليف في الإشارات إلى معرفة الزيارات. قال: مدينة تكريت بها مشهد علي عليه السلام، بها قبر يزعمون أنه قبر علي عليه السلام. باء قال في المناقب مشهد الكف بالكوفة وفي تكريت. الرابع والثمانون الرقة. أليف قال ابن شداد: الرقة بها من المزارات مشهد علي عليه السلام. باء قال الهروي: مدينة الرقة بها مشهد علي عليه السلام. جيم قال الهروي: مدينة الرقة بها مشهد الجنائز. دال قال في المناقب مشهد الكف في الموصل وفي رقة. الخامس والثمانون بالس. أليف قال ابن شداد: بظاهر بالس مشهد علي عليه السلام يقصد ويزار. باء قال الهروي: مدينة بالس بها مشهد علي عليه السلام، وبها مشهد الطرح، وبها مشهد الحجر. المهندس الصرخي الحسني.